مساء الخير يا جماعة. مساء النور. مساء النور، أهلين. أهلين فيكي. على توظفتي، لو ما خبرني أبوكي ما كنت عرفت. إيه برو، عم بسمعك. أنا توظفت عند سنان دمير أغلو. توقعت هالشي. هازار راحت، سحبتكن كلكن وراها. مزبوط. وحتى هي سحبت كنان كمان. شو؟ شو عم تقولي بنتي؟ أي كنان؟ شو إلو شغل مع عائلة دمير أغلو؟ أو هنن شو إلون شغل مع كنان؟ ما بعرف، اسألوه وهو بجاوبكن. كنان صار شريك آل دمير أغلو. شو هالحكي؟ انتي عم تتمسخري علينا يعني؟ قولي من وين لوين صياد سمك ليشاركن، وهو من وين جاب كل هالمصاري؟ هو ما عاد صياد السمك، صار كنان بيك. ما بعرف شو القصة. متأكد انه كنان اجا لهون من شان يساوي مشكلة؟ طلعي فيني، اصحك تقربي من هذاك الرجال، لا تحرجينا قدام عيلة ديمير أغلو، نحن منوقف بصفن. أساساً فورال بيك بكرة أو اللي بعده بيدوس على راس كنان وبيبعته على الضيعة. بعتقد في اتفاق بيناتنا. أنا سنان بيك، بس شو ما كان السبب ممنوع تفوتي على غرفتي بغيابي، وممنوع نهائيا تلمسي غراضي. مو هيك اتفقنا؟ معك حق، بس هيك اتفقنا ولا غلطان؟ أنت مانك غلطان. آسفة آسفة، بوعدك ما كرر هالشي. حلو، ممتاز. ايه برو، انتي شو عم تسوي هون؟ انا بلشت بالشغل هون. هون؟ وليش ما عندي خبر بهالشي؟ بخبرك، فيكي تطلعي. مبروك. شكرا. لازم تقولي شكرا كنان بيك، هو مديرك مرفيقك. اصحك تنسي، هلا فيكي تطلعي. امتى كنت ناوي انك تخبرني؟ وانا جديد لحتى عرفت. فورال هو اللي وظفها، مبين انه بده يعرف كل تحركاتي. ما علينا، تركنا من هالموضوع، عندي خبر مهم. فورال بده يسحب قرض مشان موضوع السفينة، وامي ما عطته الموافقة ليستخدم حساب الشركة، يعني صار في خلاف بيناتهم مشان موضوع السفينة. بس أخوك رح يجرب بكل الطرق، مو هيك؟ شي أكيد. طيب، معناتها لازم نساوي احتفالنا المناسب بشراكتنا وبالسفينة الجديدة اللي رح تنضم للأسطول، وبلكي من دوب الجليد اللي بيناتنا. شو رأيك؟ معك حق. حلو. أمي هن طلعوا من المشفى؟ طلعوا جايين بالطريق. وينو سنان؟ طلع على بكير، قال لي إنه عنده شغل. المفروض يشوف أخته بالأول بعدين بيروح على الشغل. أمي، هو ما عاد بإدارة الشركة عندك، هو صار بيشتغل عند ناس تانيين، ما بيقدر يخالفهم. مع العلم بظن إنه مساعدتك اللي بالشركة خبرتك. غريبة. انت عن شو عم تحكي دفنة؟ اخت هازال سكرتيرة سنان. مبين كأنك ما كنتي بتعرفي.
فورال هو اللي وظفها. هزال، لكون زعجتك حبيبتي؟ لا، صاير شي؟ أنا بس بدي أحكي معك. أنت فاضية؟ إذا مانك فاضية بجي بعدين. أنا فاضية، تفضلي. لا تزعجي حالك، خليكي مرتاحة. بقعد هون. عندك فضول تعرفي عن ناز؟ أنا أجيت لأحكي معك بخصوص هالموضوع. هازال، لا تواخذيني رجاءً. أنا من البداية كنت بدي خبرك كل شي، بس منعنا فورال. صدقيني، حتى قلت له لا تخبي عنا بس ما سمعني. صار اللي صار، ما عاد في شي ساوي. كلامك مزبوط. طيب يا ترى فورال شو قالك بالضبط؟ كانوا متزوجين وبعدين تركته وراحت. بس قال هالشي؟ كيف يعني بس قال هالشي؟ ما فهمت. يعني هو ما قال شي تاني؟ ليش كان لازم يقول شي تاني؟ في شي لسه ما خبرني اياه؟ لا، ما كان قصدي هيك هزال، لأنه نحن ما منعرف كل شي. يعني طول الفترة الأخيرة كانوا يضلوا يتخانقوا مع بعض، بس ما عرفنا ليش ناز راحت. خطر لي إنه فورال خبرك. أنت يلي وظفت إبرو عن سنان؟ إيه، خبرتك بهالشي. قلت رح تلاقي حدا يجيب لنا تقارير عن سنان، مو توظف قرايبة هزال بالشركة. صدقيني ما راح نلاقي أفضل من إبرو لهي الوظيفة. مبين إنه أخوك اتفق مع منافسينا مشان يخلينا نأفلس، وإنت وظفت وحدة ما بتعرف راسها من رجليها مشان تجيب لنا معلومات، مو هيك؟ وإنت ما قدرت تلاقي أفضل منا. مزبوط، هيك بالضبط. روحت ناز مو بس أثرت على فورال، أثرت على الكل. طبعاً ما حدا فهم شي، وما عرفنا لوين راحت، وما فهمنا شو صار بيناتهم، وليش البنت اختفت وراحت فجأة. فكري، حتى أخوها حملنا المسؤولية وحاسبنا. أخوها؟ كيف يعني؟ فورال ما خبرك؟ ما حكالك عن عزيز توبراك؟ عزيز توبراك؟ الرجال اللي قوص بالعرس؟ أي بالضبط، لهالسبب قوص بالعرس، عم يحمل فورال مسؤولية اختفاء أخته. مشكلته مع فورال وبيضل بيلاحقه دائماً. إجا على هداك البيت أكتر من مرة، وحتى في مرة هو عطى رصاصة لفورال، حكى معه بطريقة سخيفة واتهمه إنه قتله أخته. طيب رح روح. هزال، بلا ما يعرف فورال بحديثنا لو سمحتي، أساساً هو رح يخبرك. إذا في شي تاني بتحبي تعرفيه بس اسأليني، اتفقنا؟ اتفقوا مع مطعم تاني مشان الأكل. موظفين الفندق رح يجوا، لهيك رح نحتاج لعمال إضافيين. بتهتموا بالتحضيرات، ما بدنا أي غلط. عم تفهميني؟ ماشي سنان بيك. مرحبا أمي، أنت فاضية؟ ايه قاعدة أنا وأخوك، شو في؟ منيح إنه أخي جنبك، كنت رح أتصل فيه بعد ما أحكي معك. في موضوع كتير مهم لازم خبركن ياه. استنى، هلأ أخوك فورال عم يسمعك كمان. كنان بيك سدد الدفعة الأولى مشان السفينة، فحبيت خبركن هالشي بالأول. ضل المبلغ يلي لازم تدفعه شركة ديمير أغلو، وكمان لسه الموظفين ما تعرفوا على بعضن. يعني موظفين شركة ديمير أغلو ومجموعة أسينا لسه ما تعرفوا على بعض. قرر كنان بيك إنه يساوي حفلة مشان موضوع السفينة الجديدة، وبهي الطريقة كل الموظفين بيتعرفوا على بعضهم.
كلياتنا رح نحتفل بهالشراكة، وكتير أصر إنكم تجوا. يعني عم يلعب دور المدير؟ لا تعب حالك على الفاضي سنان، ما رح نجي. إذا أخي ما أجا على الحفلة أنت كمان ما رح تجي يا أمي، مو هيك؟ أنا ما فيني أتحمل استعراضات صياد السمك يا سنان. إيه خلص، ما في أي مشكلة، بهي الحالة أنا بمثل عيلتي بنفسي. لا تواخذوني، بدي أهتم بتنظيم الحفلة. إذا غيرتوا رأيكم خبروني، بشوفكم. أمي ملك عرفت بموضوع الشراكة وأكيد رح تحكي معك بهالموضوع. طلبت رقمك مني بس ما قبلت أعطيها إياه من دون ما خبرك. كنتي أعطيها عكلا. أعطيني عنوانها أنا بشوفها، رح روح زورها. ماشي ماشي. إبرو. نعم كنان بيك. مشان الله أي بيك هلا، نحن رفقات من طفولتنا. طلعي فيني، هدول الرجال ما ننضاف وصادقين وأخلاقهم عالية مثل ما بتظني، فديري بالك ممكن أنهم يستغلوكي. أساساً واضح كتير ليش السيد فورال وظفك هون، لا تكوني لعبة بإيده. ماشي؟ لا تشغل بالك، أنا ماني غبية مثل ما بيظنوا، وأنت بتعرفني ومستحيل خليهم يستغلوني بهالسهولة. أساساً وافقت على هالوظيفة لأنك هون، مشان كون جنبك دائما، قصدي مشان ما تضل عم تواجهن لحالك. لا تفكري فيني، انتبهي على حالك. تمام؟ انا واقفه بصفك كنان بيك، لا تشغل بالك ابدا. حلو. خير سلمى؟ والله ما فهمت شي يا عرفان. فورال بيك قال انه ما عاد ياخد ادويته، وقال لي رجع الحبة على العلبة. غريبة، خبرتي جنان خانو؟ كانت موجودة وشافته وما قالت شي. معناتها تبهدلنا، هلأ ما رح ينامونا طول الليل، نوبات جنون وعصبية. الله لا يقدر، كتير بخاف اذا رجعت له هديك الحالة. بلا لعي ولتفتوا على شغلكن. يلا ليش مو هي الحقيقة؟ رح يخلونا نضل سهرانين للصبح. استغفر الله. اسكتي وبلا هالحكي الفاضي، هلأ حدا بيسمعك وبتتقلعي. هي صعبة شوي لأنه الكنة الجديدة عم تدعمني، وفورال بيك ما بيرفض لأي طلب، يعني ممكن يقلعوكم كلياتكم بس ما حدا بيقرب مني. طلعي فيني سيبال، لا تقولي كلام أكبر منك وتتجاوزي حدك. نيفرا روحي ونادي خليل فورا. ماشي بابا. طول بالك، ما بدنا تصير اي مشكله هون، الوضع مكركب. طلعوا فيني من هلا ورايح، اذا بسمع انه طلع منكم كلام فاضي وقتها انا رح حاسبكم، ما رح ارحمكم. ما بتطبي لسانك بنو. شو حكيت؟ عم تسالي شو حكيت كمان؟ يعني يا حبيب قلبي هازال ما بتعرف عن ناز اكثر منا. يمكن هي ما قالت لك. ما بظن، لو خبت عني شي لعرفت. بس يلي أنا ماني فهمانه، طالما فورال قرر أنه يخبر هازال، وبما أنه هازال تقبلت بدون ما تساوي مشكلة، شو مشكلتها أمي؟ ليش أمي عم تتوتر لهالدرجة لما ينذكر اسم ناز؟ سنان بيك آسفة، أنا كنت مفكرة أنك لحالك، لا تواخذني. يعني إذا لحاله بالغرفة بتفوتي بدون ما تدقي الباب؟ لساتها جديدة، ما تعودت على قوانين الشركة. أساساً هذا الشيء مبين من تيابها. وشو بن تيابي يا ترى؟ شفتي حالك بالمراية؟ بعتقد إنه هيك تياب بينلبسوا بس بملها ليلي، مو بشركة محترمة. انتبهي على حالك. ما علينا، ليش اجيتي؟ انت طلبت مني صور السفينة. تمام، حطيهم واطلعي. ماشي سنان بيك.
بدي هالبنت تضل حواليك سنان. وأنا كمان مو كتير مبسوط بوجودها، بس أخي اللي وظفها. إذا عجبته لفورال بيك بيساويها سكرتيرته؟ شو هالقلة الأدب؟ هي مفكرة حالة جاية على ملها ليلي. بلا مبالغة يا دفنة، ولا لتكوني غرتي منا. وليش لحتى غار؟ مين هي لحتى غار منا؟ بتضل بنت الحارة الفقيرة. ما علينا، تركينا من هالموضوع. نحن لازم نجمع معلومات بسرعة عن ناز ونوصلها لعزيز. قلتيلي ما قدرتي تعرفي شي منها زال؟ ولا شي. لما فتت على غرفتها كانت عم تدور على الانترنت عن اسم ناز. فورال دمير أغلو من رجال الأعمال المعروفين بالبلد. تزوج ناز توبراك أخت رجل الأعمال عزيز توبراك، وساووا الحفلة بمنتجع دمير أغلو يلي بشيشمي. ولأنه عزيز توبراك أخو العروس ما كان موجود بالحفلة، طلع كلام كتير وإشاعات بخصوصهم. عم بيقولوا أخو العروس ما موافق على هالزواج، ولهالسبب ما انضم لحفلة العريس. يا لطيف شو هاد؟ كتير بتشبه هذا المويك، وأنا انصدمت لما شفتها أول مرة. إيه صحيح، هلأ هي البنت بتكون أخت عزيز توبراك؟ عن جد؟ هيك مكتوب يا بابا، شوف. هلأ عرفنا ليش فورال بيك حط هزال براسه. قال مرته السابقة تركته وهربت، لها السبب قرر ياخد شبيهتها. هلأ إن عرف هم عزيز توبراك مو هو داهم العرس وقوص. بابا، أنت قلت إنه عندك عداوة قديمة مع هادي اللي اسمه عزيز، يلا حكي لي شو القصة بالضبط. ما شاء الله، الله يزيد المحبة بين الأب والبنت. الله يسلمك عمتي. إيه لا تواخذوني يا جماعة، أكيد أنتوا جوعانين، بس الأكل ما بيجي لحاله على السفرة مو هيك؟ شو قصدك عمتي نرجس؟ قصدي واضح بنتي حبيبتي، ما شاء الله ما بتشبهي أبوكي بالشكل، بس بتشبهيه بالطبع وأنتي كسلانة مثله. يا بنت أنتي مو شايفتيني عم جهز السفرة؟ قومي وساعديني بدل ما أنك قاعدة هيك. أستغفر الله، شو صار لهاي كمان؟ أكيد أمي ملك إجت، رح أفتح الباب. والله هي نفسها. عزيز، يا ترى عرف إنه هزال بتكون بنته لحتى داهم العرس؟ لا مستحيل، من وين بده يعرف يعني؟ أمي ملك، كنان إجا لعندك اليوم؟ إجا. إيه، وعن شو حكيته؟ خبرك كيف صار غني؟ ومين اللي عم يدعمه؟ ما صارت لنا فرصة لنحكي. هزال إجت لعندي كمان. شو؟ هزال إجت؟ كنان كان هنيك؟ إيه. وشو ساوي يا ترى؟ وشو متوقعة؟ ما كانوا مثل العشاء، كانوا مثل العدوين. قلت بما أنه ثلاثتنا مجتمعين حاولت خلي هزال تحكي شو القصة. ما قالت شي. قلت لها بس عطيني سبب واحد مقنع لزواجك. وشو قالت؟ ولا شي. شو رح تقول؟ أكيد ما رح تقول شي قدام كنان أنه باعت حبها مشان المصاري. الظاهر أنه لسه عنده شوية خجل، وهذا كل شي. يلا بنتي ساعديني. في شي أخبار جديدة من الشركة؟ أي طبعا، فورال وظف إبرو بالشركة عشان يعرف تحركاتنا عن طريق سينا. مو إبرو نفسها أخت حبيبتك؟ بالضبط. طيب عندها طبع نقل الحكي؟ أي وكتير، هالبنت مثل الشيطان.
لكن هي بتشبه الواطي أبوها. إيه معناتها طالما بتنقل حكي خلينا نعطيها الطعم. الكلام اللي بدنا اياه يوصل لفورال نسمعه لإبرو بالأول، شو رأيك؟ فكرة منيحة، ممتاز. إبرو بتساعدنا، هالشيطانة بتساويها. ايه ما قلت لي كيف التحضيرات مشان الحفلة؟ كله تمام، السيد سنان عم يهتم بالتحضيرات، بس حسب ما فهمت عيلة ديمير أغلو ما عم يفكروا يجوا. معقولة هالحكي هاد؟ عيلة ديمير أغلو ضيوف الشرف بالحفلة؟ معقولة تصير الحفلة من دونهم؟ ايه بس انت كتير بطيء. يلا شراب لشوف. يلا